يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يقول للمأمومين قبل البدء في الصلاة صلاة القيام أثابكم الله؟ هذا إذا كانوا كثيرين ومتفرقين والمسجد واسع ممكن، أما إذا كانوا عدد محصور وقليلين صف أو نصف صف لا حاجة، لأنهم هم يشوفون الإمام يشوفون. لكن لو صاروا مثلا في الحرمين الناس كثير ومتفرقون وبعضهم في الأدوار بعضهم في السطوح، لا دون لك به. نعم.